وصلنا لمساحتنا الطبية سالي، ومثل ما حكينا ببداية صباحنا لليوم رح نحكي عن جائحة كورونا الذروة الثالثة. طبعا بدأت ملامحها بأنحاء العالم تكون قوية وواضحة جدا. الحماية الوقاية هي صمام الأمان الوحيد اللي موجود بين إيدينا لعبور هاي المرحلة بسلام. كثير الأخبار المتداولة حول الإصابة بالفيروس المتحور اللي ممكن يسبب الإصابة ل50 شخص، وأنه هالأعراض ممكن تظهر بقوة على الأطفال، ليس بشكل عارض كونه ناقل للفيروس، ولكن ممكن يكون مثل ما هو متداول اليوم ممكن يكون أكثر، خصوصا بهي الذروة الثالثة. هي المعلومات كلها رح نفصلها، رح نعرف المضبوط منها وآخر طبعا المستجدات بفيروس كورونا مع ضيفنا الدكتور حسام حديد رئيس شعبة الأذنية بمشفى المواساة. يسعد صباحك، أهلا وسهلا. صباحكم، صباح المشاهدين جميعا. صباح الصحة يا رب. أكيد إن شاء الله صباح الصحة والسلامة للجميع. امين. يسعد صباحك دكتور حسام، والله يحميكم كادر الطبي جميعا يلي متواجد حاليا بالمستشفيات في حاله استنفار حاليا حول جائحه كورونا الثالثه من نوعها. خبرنا عن مدى انتشاره، شلون الحالات، عم تستقبلوا حالات، بلشت يعني في تزايد؟ يسعد صباحكم، يعطيكم العافيه، ودائما بنحب نتشكر الطاقم الاعلامي كله والقنوات الاعلاميه على الجهد اللي عم تبذله بالتوافق مع الكادر الطبي. طبعا بهالهجمه اللي عايشينها صرنا تقريبا هلا نحن ببلدنا سنه تقريبا، بالعالم صرنا سنه وثلاث اربع اشهر. طبعا كم المعلومات اللي صارت متداوله واللي صارت متوافره كم كبير عند المواطنين، عند الاطباء، عند الهيئات كلها، حتى الهيئات البحثيه، الهيئات العلميه، يعني الهيئات الخدميه، كله هذا بيلعب دور انه يطور التجربه تبعت التعامل مع فيروس كورونا. بس نحن دائما عم نتعامل مع فيروس، والفيروسات دائما هي قابله للتغير، للتبدل بطبيعتها، يعني هذا معروف من قبل. ففكره تحور الفيروس او تبدله اللي طرقت بلشت من كم شهر ببريطانيا واكتشفت سلالات جديدة وانشغل عليها، هذا شيء متوقع من أي فيروس، يعني ما هو غريب، والعلماء كانوا متوقعين هذا الشيء. البعض كانوا متوقعوا باتجاه الضعف، أنه يضعف الفيروس بالعكس قوي ننتهي منه. البعض الشيء اللي لقيناه يمكن يكون غير، يمكن لا. يعني هلأ نحن المعلومات اللي تفضلتي فيها حضرتك هي نتيجة الشيء اللي عم نشوفه، نتيجة الإحصائيات الوبائيات المتوافرة. فعلا الفيروس مختلف عن الهجمات الاولى اللي عشناها، الهجمه الاولى، خلينا نقول الذروه الاولى او الذروه الثانيه، وهلا الذروه الثالثه اللي نحن فيها. قد يكون بنفس الفيروس هذا اللي عم نحكي عنه، او بالفيروس الاساسي اللي تعرضنا له، او بفيروسات اخرى متحوره كمان باشكال اخرى. هذا كله بيتبع للشيء البحثي اللي عم يصير بالمخابر، اللي عم يصير بالاكاديميات بالجامعات، لحتى يدوروا على طبيعه الفيروس ووسائل علاجه اذا في، او هلا موضوع اللقاح اللي هو شاغل الدنيا كلها. صحيح. لكن الشيء الرئيسي اللي على الارض اللي بدنا نحكي فيه هو الشيء اللي عم يشغل اهالينا واخواتنا والمواطنين كلهم، انه شو الاعراض اللي عم تصير، شلون ممكن ينتشر، هل هو مثل اللي قبله ولا اكثر. هل هاي المعلومات هي اللي بنحاول دائما نركز عليها لحتى نستفيد منها بالوقايه اكثر وبالعلاج اكثر، بالحمايه اكثر، وما نخضع لموضوع الخوف خلينا نقول، او التوتر، او يعني الارتباك قدام هالجائحه اللي عايشينها. علما انه نحن يعني سواء بالذروه الاولى او بالذروه الثانيه، صحيح كان في نسب وفيات، صحيح كان في نسب اعراض شديده، لكن هي ما تتجاوز النسب العالميه اللي متوقعينها. يعني نسبه 3 إلى 5% هي نسبة الحالات الشديدة اللي عم تضطر انه تفوت على المشافي، واللي عم يكون من ضمن هالنسبة هي في نسبة وفيات محدودة. صحيح. بس الخوف هو نتيجة الانتشار الأوسع. الفيروس المتحور كما قيل بالدراسات اللي طرحت من خارج، يعني من الدول الثانية، انه هو أشد انتشارا بحوالي 50 إلى 70% عن الفيروس الأول أو الفيروس الأساسي. تماما. شدة هالانتشار هي أو زيادة هالانتشار هي هي بتحمل بضمنها خطورة أكبر من خلال وصوله لشرائح أكثر أو لأشخاص كنا بنحاول إنه ما يوصلون المرض، يعني الكبار بالعمر، المرضى المزمنين، المرضى اللي خاضعين لعلاجات مثبطة للمناعة، المرضى الخاضعين للعلاج الكيماوي، الأطفال حتى، يعني حتى الأطفال هن كانت شريحة مهمة انه ما يصيبها المرض نتيجة انه ما تنقل لغيرها، يعني ما تنشر المرض اكثر. فانتحاء هالفيروس باتجاه الاطفال كمان هذا الشيء ادى لانه ينتشر بشكل اكبر. ك
كشدة خطورة أو شدة فتك، كلمة ما كتير حلوة بس هي عم تتداول كتير. مزبوط. هو يمكن مانو كتير غير الفيروس الأساسي، بس المشكلة هي بالانتشار الواسع تبعه، واللي ممكن نكسر حلقته بالالتزام بتعليمات الوقاية والحماية المطلوبة من الجميع. أكيد. نعم، يعني دكتور يمكن حكينا نقاط كتير مهمة وخاصة حول الانتشار. خلينا هلأ نحكي بالنسبة لنقل العدوى وخاصة من الأطفال. من أول ما بلشنا من سنة الماضية جائحة كورونا، حكينا بين قوسين أنه الأطفال هو أكثر عنصر ناقل للمرض، وممكن ما تظهر عليه أعراض. يعني نحن عم ندير بالنا من الأصبح، بس ممكن الأطفال خلال تعاملهم بالمدرسة بيرجعوا على البيت قدمهم أيضا الانتباه لهيدا النقطة. نسبة التزامهم حتى بالكمامة 100%. ما بتكون هي الفكرة نفس الشيء. التعامل مع شريحة الأطفال أصعب بتنفيذ التعليمات، خلينا نقول والتزام بالتعليمات، بس نحن بالنتيجة يعني هذا الشيء لابد منه. يعني نحن لازم الطفل يروح على مدرسته، لازم يتعلم، لازم يختلط بالمجتمع الحواليه، لازم يعني وإلا بنخسر، كمان نخسر شيء مهم للمستقبل. صحيح. فبالتالي لابد من أنه تستمر الحياة بشكل الطبيعي. والأطفال هدول كثير أنا بتفاجأ أنه بيجي البعض لحد هلأ بيسألني أنه ليش الأطفال بينصابوا. طبعا إيه الأطفال بينصابوا، قد تكون أعراضهم مختلفة. هلأ بنحكي على الأعراض شوي كمان اللي عم تشوفها هلأ أكثر من قبل، ولكن الأطفال هن عرضة للإصابة، عرضة لنقل الإصابة من شخص لشخص ثاني بغض النظر عن عمره. حركتهم الزايدة، اختلاطهم الزايد بالجميع، عدم التزامهم بالتعليمات، كله هذا شغلات بتؤدي لأنه يزيد الأعراض. يمكن تكون شدة الإصابة والأعراض عندهم أقل شوي أو مشابهة، خلينا نقول للشيء الشائع بالفترات الشتاء وبداية الربيع. إسهال يمكن، ارتفاع. تمام، يعني الأعراض الشائعة اللي بنشوفها كنا دائما، أعراض القريب العادية اللي بنشوفها أو أشد شوي، بس هن بالنتيجة احتمال كبير يكونوا ناقلين لها الفيروس هذا، مصابين فيه وناقلين فيه بالعدوى لأشخاص تاني. طيب دكتور، بما أنه حكيت عن الأعراض الجديدة، نعم، يعني كمان من سنة لهلأ ما عاد في نفس المعلومات الثابتة. أنا بحب خصوصاً أنه مثلاً كنا نقول فقط حاسة الشم والتذوق كورونا. تمام. وشفنا كتير حالات بالذروة الثانية وحتى هلأ بالذروة الثالثة ما عم يفقد حاسة الشم والتذوق. هو من باب تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة اللي هلأ منتشرة كثير، انه انا ماني كورونا لانه انا ما فقدت الشم والذوق. طبعا هي معلومه كثير خاطئه. انا ماني كورونا ولا لانه عم يصير عندي تعرق مثلا، لا كمان هي معلومه خاطئه كثير. هلا حاليا نحن اذا بدنا نسيطر على انتشار هالمرض، بدنا نكسر حلقه انتشار المرض، لازم نشك بالاصابه بفيروس كورونا عند اي حاله بتندرج ضمن الانتانات التنفسية أو المرحلات المرضية، خلينا نقول اللي ما بنقدر نحدد مكان الإصابة أو المشكلة المرضية الموجودة فيها. يعني هلأ نحن مثل ما تفضلتي بالذروة الأولى كانت بشهر 7-8 تقريبا السنة الماضية، كان كتير شائع فقد الشم والتذوق، يعني كان حوالي 60-70% من الحالات عم تعاني من هالموضوع هذا. الذروة الثانية خفت هالشغلة وصارت أعراض إضافية. هلأ اللي شائع أكثر شيء هو، ومثل ما حتى إجا بالدراسات العالمية اللي درست هالوضع اللي شائع أكثر شيء هو التعب، الوهن، ألم العضلات، الترفع الحروري، السعال، ألام البلعوم. مرحلة من المراحل كانوا يقول لك الكورونا ما عم تساوي ألم بلعوم نوب، لا هلأ شائع أنه يجينا ألام بالبلعوم والتهاب بالبلعوم. ففي اختلاف مهم صار بطبيعة الأعراض. بالنتيجة أنا ما بدي ركز على عرض معين وأقول موجود ولا ما أنه موجود. أنا إذا أي حدا من إخواننا المواطنين حس أنه عنده أعراض غريبة بهالوقت هذا، صداع ما أنه مفسر مستمر لعدة أيام، حرارة كمان ما أنه مفسرة، أعراض هضمية، الأعراض الهضمية كتير عم تترافق مع الحالات اللي عم تجينا. طبعا ضيق التنفس بشكل أساسي، التعب عند المشي عند الحركة، كل هالأعراض هي قد تكون موجهة لإصابة كورونا وتستدعي الاستشارة الطبية. نعم. من ناحية تقييم الحالة، نفي أو خلينا نقول وضع الحالة ضمن سلم معين من شدة الإصابة، خفيفة، متوسطة، شديدة، بناء على هالسلم هذا نحن بيكون التدبير المناسب، وإضافة للتوصيات اللي لازم تنعطى لهذا الشخص بحيث أنه ما يكون مصدر لنقل العدوى لأشخاص آخرين، ما توسع حلقة الإصابة. نعم دكتور، أيضا خلينا نحكي عن طرق العلاج لجائحة كورونا الثالثة. هل اختلفت طريقة العلاج؟ يمكن كان بالفترات السابقة يأخذوا كورس معين
من الأدوية إضافة إلى الفيتامينات اللي هي طبعا متعارفة عليها لدى جميع الأطباء أنه ممكن يوصفوها بحالة كورونا. طبعا الفيتامينات اللي عم تنعطى قبل الإصابة هي مشان تعزيز مناعة الجسم بالإصابة. تقوية الجسم بحال تعرض للإصابة، تكون الأعراض أخف أو شدة الإصابة أخف. العلاجات بحد ذاتها هي ما اختلفت، يعني هو التركيز نفس الشيء على متابعة المرض، على تركيز على المؤشرات الحيوية عند المريض، الأكسجين، الحرارة، بعض المشعرات المخبرية، هالأمور هي اللي بتوجهنا باتجاه قديش لازم نتدخل بالعلاج. يعني مرحلة من المراحل ممكن نقول له نحن للمريض بدك فقط مسكن بسيط سيتامول مع سوائل وراحة بالبيت. كثير من المرضى ممكن يشفوا بهالدرجة هي، يعني هي إصابات خفيفة. هلا إذا طلعنا شوي بدرجة أعلى، بلشت نقص الأكسجين وبلشت الحرارة الشديدة كثير، ممكن نرتفع بالأدوية، ندخل ضمن نطاق الصادات وندخل ضمن نطاق الستيرويدات، الكورتيزون والأدوية المشابهة، البخاخات الصدرية. إذا اضطرينا كمان موضوع المميعات الدم هي ضمن الخطوط العلاجية، طلعنا بالشدة أكثر للحالات الشديدة اللي للأسف عم تضطر أنه تدخل المشافي، ممكن ندخل ضمن علاجات وريدية عالية اللي هي الصادات المختلفة كمان، أو الأدوية المضادة الفيروسية. يعني هون صفي بقى الموضوع لأخصائيين العناية وأخصائيين الصدرية اللي عم يتولوا تدبير هدول المرضى. ولكن بالشيء الشائع بيناتنا كلنا بالمجتمع حاليا، أهم شيء نشك بأي حالة عم نتعرض لها أنه قد تكون هيك، نراقب الاعراض اللي عم تصير وعم تتطور عنا مشان ما تزيد اكثر اذا لاحظنا انه في تطور بالاعراض، ونركز على العلاج البسيط اللي هو السوائل والراحه والمسكنات البسيطه اذا ما اضطر الامر لعلاجات اعلى. نعم. كمان دكتور خلينا نحكي، يعني بما انه نحن بالموجه الثالثه ووصفه ثابته لكورونا واعراضها والعلاج ما في حاليا بالعالم، لسه كلياتنا ضمن حقل تجارب كبير، كل البشريه بشكل عام اذا فينا نقول. صحيح. حتى اللقاحات صارت هي حقل تجارب بكل العالم. شو بيقول لك هذا اللقاح القديم الصيني او الروسي هو اكثر فاعليه، الامريكي ممكن يكون بيغير بجينات الانسان، يعني في كثير اسئله حتى الان ما في اجابه شافيه عليها، ولكن الأكثر شيء اتفقوا عليه هو الخطورة بالنسبة للأمراض المزمنة. طبعا. يعني شفنا هذا الموضوع إن كان عنا أو بالعالم، في أشخاص معهم أمراض مزمنة في خطورة بالإصابة عندهم. خلينا نحكي قديش اختلفت هاي الخطورة مقدارة بالنسبة للفيروس الجديد بالموجة الثالثة. هلأ ما اختلفت، يعني هي ما اختلفت إلا من ناحية مثل ما قلت لك انتشار المرض بشكل أوسع. يعني مثلا بيقولوا هل صح نعطي مثلا فورا لمرضى اللي عندهم سكري أو ضغط أو قلب نعطيهم فورا الكورتيزون؟ امتى بنعطيه الكورتيزون وامتى لا؟ هلا هذا بعض الموضوع حتى مرتبط، الادويه صرنا نشوف باسواقنا مرتبط للأسف. مثل ما قلت لك هو بالمشعرات الحيويه تبع المريض، يعني مشعرات المريض، صوره الصدر، الاكسجين، العلامات المخبريه هي اللي عم تحدد نمط العلاج. بس هدول المرضى مثل ما قلت لك اول شيء، المرضى المزمنين او المرضى اللي عندهم مشاكل صحيه قبل كانوا ممكن يكونوا منحيين شوي اكثر لانه ما في انتشار واسع. كل ما زاد الانتشار كل ما كانوا هن عرضه اكثر للاصابه، وبالتالي بدهم حذر اكثر وبدهم وقايه اكثر. موضوع انه اللقاحات وانواعها وهذا الموضوع، انا ما بفضل اقول موضوع حقل التجارب، لانه اي لقاح من هاللقاحات ما نزل على الاستخدام على ارض الواقع الا بعد دراسات اكيده وضمن معايير معينه للمنظمات الصحيه، طبعا ضمن مراقبه الجهات الصحيه عندنا بالبلد. ويعني ما بنقدر كثير نركز على موضوع انه لا تاخذ اللقاح، لا هذا الموضوع بصراحه ما نو ضمن حدود العلم المقبول او الشيء اللي نحن بدنا اياه. المفروض الكل الكوادر الطبيه تاخذ تماما اللقاح، لانه نحن بصراحه يعني الامل هو بموضوع اللقاح لحتى يقدر نتجاوز هالازمه ويصير المرض هو شيء خلينا نقول شائع او شيء سهل التغلب عليه مثل اي اصابه ثانيه فيروسيه. وبالتالي اذا توافر اللقاح لازم يكون هذا الشيء من ضمن خياراتنا المهمه اللي نقبل براي العلم اللي هلا كله متوجه بالعالم باتجاه استخدام اللقاح والاعتماد عليه بالتخلص من هالمحنه. صحيح. دكتور كلنا عرضه لهذا الفيروس او الوباء الخطير هو كورونا، فينا نعتبره يعني اكثر خطوره هلا بالعالم، هو اكثر سلاح عم يقضي على البشريه.
بدنا نرد نعيد التوعية للأشخاص يلي غير ياخذوا احتياطاتهم، اللي عندهم شخص مريض كورونا بالبيت ليحموا حالهم. أكيد بكون أحيانا شخص غالي عليهم، أب أو أم أو أخت أو شخص غالي عليهم، فكيف بدنا نشيل شوي عواطف على جنب ونلتزم بالحجر؟ هلا التعليمات اللي صلنا سنة عم نحكي فيها، وبتوقع ما في حدا ما سمع أو شاف أو يعني حضر شيء بيعلمه هذا هالتعليمات هي، شو ما كان مستوى الثقافي أو شو ما كان مكان عمله. طبعا بشكل أساسي تجنب التماس المباشر القريب مع أي شخص تاني، مسافة الأمان بين الأشخاص، التباعد الاجتماعي اللي مهم كتير لحتى نخفف من انتشار الفيروس، غسيل الايدين بشكل متكرر، استخدام الكمامه عند الضروره واكثر وقت ممكن. طبعا الابتعاد عن الاكتظاظ الاماكن المغلقه، محاوله تقليل الكثافه الموجوده ضمن الاماكن قد ما بنقدر، خاصه مثلا ضمن المحلات البيع والشراء، مثل ما بنشوف هلا كثير من المحلات عم تقول انه شخص واحد يدخل او شخصين ما يصير في ضغط اكثر. التعليمات اللي بنعطيها لاطفالنا بالمدارس انه ينتبهوا بالتماس بين بعضهم، تبادل اغراضهم الشخصيه، هذا الشيء مهم. التغذية، الأمور اللي ممكن تساعد تنشط المناعة، الإكثار من السوائل، عدم استخدام الأدوية بشكل عشوائي كمان، لأنه أحيانا بنستخدمها وقت حاجة ما بنعود نلاقيها. صحيح. وبرأيي أكثر شيء لازم نركز عليه هلا لتقليل الانتشار يعني لناخذ نتيجة جيدة إن شاء الله، هو موضوع إنه نشك بإصابة الكورونا عند أي عرض تنفسي أو عرض عام بيوجهنا باتجاه هذا الشيء. يعني ما نقول إنه لا نحن مو كورونا، نحن قريب بس، مو إنه نحن مثلا هلا كمان موسم حساسية صايرة. إنه لا أنا حساسية ماني كورونا، معلش اعتبر حالك مصاب واعتبر اللي قدامك مصاب، وخلي هالوقاية تضل مستمرة ولو لأشهر قادمة، مش ما بنقول سنوات، خلينا نقول لأشهر قادمة، لأنه نحن نمط الحياة هذا اللي انفرض علينا بسبب الكورونا هو لازم يكون نمط حياة صحي اجتماعيا مقبول، مثل ما تفضلتوا فقرتكم الأولى عن الصحة النفسية، يعني لازم نخلي هذا الشيء يكون مقبول بالنسبة لنا ومرغوب لنا، ما يكون مفروض علينا فرض، فخلينا نعتبره نمط حياة صحي بدل ما نعتبره هي تعليمات صحية. أكيد. يمكن كمان دكتور يعني خلال هاي الفترة اللي عم نمر فيها كتير أوقات الناس بتسأل إنه لسات الكمامة بتجيب نتيجة، لسات الكمامة مفيدة، في كتير عالم مصابوا بكورونا، يعني شو رح يصير؟ يمكن أول فترة من شي سنة وقت بلشنا كان النقاش إنه شو نوع الكمامة بدنا نستخدمها، صح إنه نستخدم هاي ولا نستخدم هاي، ولا هاي بتفيد ولا هاي. هلأ ما عاد في هذا النقاش كتير، بس صار في إجماع إنه الكمامة منيحة، إيه إنه لازم نحط الكمامة للأسف. يعني لا، الكمامة هي أكيد شيء كتير مهم، أو تحط الكمامة بجيبك، لأنه نحن مجبرين أحيانا أنه نضطر نكون بمكان فيه اكتظاظ، مكان بيكون فيه أشخاص كتير، فنحن الكمامة هون هي أهم شيء، بنتجنب أنه يصير تماس مباشر، لأنه الانتقال الرئيسي هو عبر الرذاذ، عبر القطيرات اللي بتنتقل بالجو من خلال العطس، من خلال السعال، من خلال التماس بشكل أو بآخر. حتى هي بتنبهنا، يعني الكمامة بتنبهنا أنه نحن بزمن الكورونا، فبتخلينا ناخذ احتياطاتنا أكثر. أنا وحاطة الكمامة ممكن نكون أخذ حذري أكثر من وقت ما بكون حاطة الكمامة. فبرأيي شيء أساسي هو استخدام الكمامة، ولازم نشجع الثقافة هي بشكل مهم. نعم دكتورة، يعني نقاط معينة ومهمة أشرت عليها وأضأت عليها، فينا كمان نعتبرها هيك توعية لكل اللي عم بيتابعنا؟ كل العالم عم تسأل الجائحة الثالثة كيف فينا نحن نحمي حالنا منها، يمكن نفس الطريقة اللي نحن حكينا فيها. ممكن كمان أيضا نحن من خلال تعاملكم ايضا مع المرضى بالمشافي، كيف عم بيكون الوضع؟ عم تاخذوا احتياطاتكم؟ في مثل ما عم يشاع احيانا لك بيزودوها الفيسبوك شوي انه والله عندنا حالات كثيره، عندنا موت بطريقه غريبه. برجع وبقول لك نحن يعني الانتشار الواسع بيفرض وجود حالات اكثر اشد، بس هي كنسبه هي نفس النسبة، يعني هي نفس النسبة العالمية ونفس النسبة اللي تعودنا عليها بالذروتين الماضيين، تمام. بس الانتشار أوسع طبعا. يعني هلا نحن ضمن الامكانيات الموجوده وضمن عدد المشافي منافس. وضمن اسره العنايه الموجوده، ضمن رح يكون في، خلينا نقول رح نكون في، ما رح نقول نقص، بس خلينا نقول رح يكون في اشغال كامل،
مثل ما سمعنا من يعني كذا مشفى اعلنت هذا الشيء. طبعا هذا الشيء متوقع بس مو معناته انه ما في، ونحن حرب اقتصاديه كمان مو يعني مو معناته انه ما في، لا في بس ضمن يعني ضمن مثلا انتظار احيانا او ضمن وقت معين عم يتبدل هالأسرة أو هالأجهزة اللي عم موجودة. وبالتالي يعني لحد هلأ الأمور ضمن السيطرة والوضع بإذن الله مقبول، ونعتمد دائما على وعي مجتمعنا اللي قدر يتجاوز أزمات خلينا نقول أكبر من هيك. أكيد. وإن شاء الله هلأ كمان نقدر نتجاوزها بتعاوننا كلنا، وطبعا دوركم أساسي كمؤسسات إعلامية بهذا الشيء. إن شاء الله. بالختام نشكرك دكتور حسام حديد رئيس شعبة الأذن بمشفى المواساة، نتمنى لكم أيضا الصحة والله يقويكم، أنتم جنودنا اللي عم بتدافعوا عنا هلأ بكل مكان. شكرا لك. يعطيكم العافية. شكرا لكم جميعا. صحة وسلامة لك دكتور ولكل الكادر الطبي، وسلامة للجميع. الله لا يدر حد.